رئيس الوزراء وقع الاتفاق في بداية هذا الأسبوع، ومنذ ذلك الوقت لدينا أكثر من 40 شهيد. زار بعض أسرهم القائم بالعمل الأمريكي رئيس حزب المؤتمر الوطني الذي أطلق سراحه بعد رئيس الوزراء زارهم. هنالك إحساس عام بأن السيد رئيس الوزراء لديه ضعف في تواصله مع المواطنين بشكل مباشر، لم يتقدم بالتعازي لأي أسرة من أسر الشهداء حتى الآن. متى سيزور رئيس الوزراء أسر الشهداء؟ ماذا سيقدم لأسر الشهداء وأسر المصابين؟ هو حقيقة نحن يعني كلنا الناس الوصاة الأحزاب أو اللي تم إطلاق سراحهم كلنا أطلق سراحنا في نفس اليوم، يعني كلنا كنا معتقلين. وأنا حريص جدا إن شاء الله تحصل هذه الزيارات، لأنه أصلا يعني ما أنا أصلا جاي من المحللين، فما في مشكلة بنزور أسر الشهداء.